حياكم الله مشاهدي الكرام من خلال برنامجكم برنامج مساء الخير يا كويت، ونستمر معاكم في مساحاتنا الحوارية، مساحة حوارية أخرى تتعلق بمهرجان الكويت لمسرح الشباب العربي. وضيف هذه المساحة المخرج الشاب علي العلي. أهلا ومرحبا فيك وشكرا على قبول هذه الدعوة في البداية. مساكم الله بالخير، أنتم اللي مشكورين على هالدعوة الكريمة. مسي على السادة المشاهدين بالخير إن شاء الله. لا شكرا على واجب. في البداية مخرجنا، نأخذ شوية فكرة عن هذا المهرجان. هو احنا سنويا معتادين ان نسوي مهرجان ايام المسرح للشباب، وهذا منافسه محلي محليه بين الشباب هنا بالكويت. هالسنه بمناسبه ان الكويت عاصمه الشباب العربي العام 2017، ارتأت الهيئه العامه للشباب انه يكون المهرجان عربي احتفاء بهذه المناسبه الكبيره، واللي احنا يعني نفتخر ان الكويت هالسنه عاصمه الشباب العربي. فالسنة المشاركة موسعة، فيها فوق يعني 13 دولة عربية راح يشرفوننا هني بالكويت ابتداء من يوم 15 الشهر إلى يوم 26. الكويت ممثلة في عمل رسمي داخل المسابقة بجانب أشقائنا من وإخواننا من الخليج والوطن العربي. ألف مبروك مقدما، أنت مكرم إن شاء الله في الله هذا الله. المهرجان، شنو يعني لك هذا التكريم ونتكلم عنه؟ هو تكريم ما لا شك فيه، يعني ان يشعرك بالسعاده، بس بنفس الوقت يشعرك بالمسؤوليه، لان يمكن احنا لما كنا صغار كنا نشوف اللي يكرمونهم نعتبرهم قدوات لنا. فالواحد لما يوصل مرحله مثل هذه يبتدي يدير باله اكثر في اختياراته الفنيه، الاعمال اللي يقدمها، وان شاء الله يعني الله يوفقنا في الجاي يعني يا رب ونكون على وصل. المهرجان انت ذكرت في بداية حديثك انه خاص على الشباب وكان محلي، هذا التوسع للنطاق العربي العربي شنو يعني لكم كمخرجين كمؤلفين كممثلين ومسرحيين؟ مما لا شك فيه يعني هو اثراء لنا وللضيوف، نتعرف على ثقافاتهم ويتعرفون على ثقافتنا، لان انت تدري لما تيجي تقدم عمل فني سواء كنت مؤلف كاتب مخرج اي يعني مهندس ديكور، المسرح ثقافه، هذه الشعوب قاعده تقدم ثقافاتها واحنا بنقدم ثقافتنا. هذا المزيج اللي قاعد يصير من الثقافات راح يعني يفتح لك افاق اوسع. يعني مثلا على مستوى اخواننا في المغرب العربي، دول المغرب العربي عندهم يقدمون في الحداثة وما بعد الحداثة، المنظر المسرحي عندهم هناك مختلف وايد عنه. يعني أنا صار لي فرصة رحت شفت هناك، حلو إن الشباب هني اللي ما راح شاف تي لي عنده التجربة ويشوف تشوف هذه الثقافات، إيه يشوفها ويشوف كل مجتمع طريقة تعبيره عن همومه، عن لأن المسرح تدري هو نوعا ما أداة تنفيس أحيانا، تعبير عن آلام مشاعر أفكار أيا كان، يعني أنت مسرح حياة يعني أنت شو تقدم فيه. فحلو ان نشوف ثقافاتهم واساليب تعبيرهم. والكويت على فكره احتكت وتاثرت منذ البدايات في المسرح المصري، تلا تجارب اكثر مع ورحنا الوطن العربي. طبعا الكويت ما شاء الله وصلت لندن، عرضت في شكسبير تياتر بال 84 مسرحيه صبوحه. المسرح الكويتي يعني تاثر واثر وايد الاثنين. بصفتك شاب وذكرت في حديثك ان لك تجربه من خلال المغرب وشفت بعض الأعمال وقعدت تشوف أيضا أعمال أخرى في مسرحيات لبعض الدول العربية، موقع المسرح الكويتي الشاب وين موقعه؟ من أهم التجارب في الوطن العربي، هذا مو كلامي، كلام أساتذة كبار وضيوف حضروا أو رحنا هناك وشافوا التجارب. من بال 2001 الهيئة العامة شباب الرياضة، سابقا كان اسمها الهيئة العامة شباب الرياضة، خطط خطوة وايد مهمة، عملوا ورشة مسرحية في الصيف استقطبوا فيها أساتذة كبار للتدريب، منهم الأستاذ دكتور حسين مسلم، منهم الفنان الكبير السوري فايز قزق. وبعد هذه الورشة ودونا شفنا مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، كنا نشوف عدد عروض مهول يوميا وتتفسر لنا. المشاركين في هذه الورشة هم أساس الحركة المسرحية في الكويت حاليا، هم اللي قاعد يشتغلون، هم اللي قاعد يقدمون، واهتموا فينا وايد. والمعهد العالي للفنون المسرحيه ايضا مخرجاته شكلت دور كبير، فيا الشباب شايف بلندن وشايف بامريكا وشايف مثلا في لبنان وشايف يا يبي يعبر عن ذاته بطريقه مختلفه. ف
شوية صار في حالة انتعاش. يحتاجون فرصة؟ فوق الفرصة نبي بعد فرصة، طماعين احنا عشان نصير احسن. والكويتي يستاهل دائما. انت طبعا مكرم بالمهرجان كمخرج. اي. ايضا انت مؤلف. اي انا اكتب ساعات بس ما اقص عليك يعني. تكتب ساعات؟ اي ساعات مو دائما يعني. وين تلقى نفسك بالاخراج ولا التاليف؟ لا الاخراج اكثر طبعا. طبعا ساعات ودي الف بس ساعات مشاغل يعني التاليف يبي له مقاقع يبي له قاعدة. ساعات بوسط هالمشاغل والتزامات ماكو وقت واحد يقعد يكتب. هو سهل تصفح شيء بس المساله مو كذي يعني. مسرح هذا اذا بتكتبه يا تكتبه على اصوله او لا تكتب على اساس ونظام طبعا طبعا. ايضا العمل المسرحي عمل جبار جدا. شبابنا شنو ينقصهم خاصه في المسرح حتى نطور من امكانياتهم ونطور من ادواتهم الخاصه؟ يعني انت ذكرت ان ولله الحمد موقعنا في الصدارة أقدر أقول إن شاء الله على المستوى العربي، ولكن إحنا أنتم طماعين وإحنا طماعين في المسرح العربي الشاب، لأن المسرح مثل ما ذكرت أنت ثقافات وشعوب تعرض أي. في مثل هذه المسرحيات وهذه المهرجانات. شوف أنا أحس أكثر شيء إحنا الحين محتاجينه إحنا الشباب الكويتي بحكم الأساتذة اللي استقطبونهم بالمعهد العالي في المسرحية يعني غالبا من مصر سوريا لبنان، إحنا مو مكتفين من هذه الثقافات، هذه الثقافات تتجدد. احنا خير ذيرتنا وايد واحنا طماعين. نبي من اوروبا، نبي من امريكا، ترى المسرح الياباني عالم مختلف. يعني الخبرات الاجنبيه اكثر طبيعي والاسيويه اي خلينا نروح نشوف شنو يختلف الان. في نقطه مهمه انت ذكرت الياباني، بركز على الياباني شويه. لاحظتك تحمست اكثر ما قلت الياباني. لا يعني احنا دوم نطالع صوب الغرب. ثقافه الاسيويين مختلفه. اوه شنو تختلف؟ على مستوى المنظر، الموسيقى، الموضوع، هناك يستعملون الماسكات، انت هنا ما تستعمل الماسكات. طريقة استعمال الماسك، ليش استعمل الماسك؟ متى اعبر فيه؟ هناك عندهم مسرحيات مسرح الكابوكي وهذا، في مسرحيات تنعرض على 6-7 ساعات. ابداع. شيء خيالي. طبعا هم متميزين بالانمي اكثر الفترة الأخيرة. اي بس انا الحين بشق المسرح هم يعني ثقافتهم حيل مختلفة عنا. حلو انك تروح تشوف، عرفت شلون؟ حلو انك تطلع، بس الاحلى ان انا رايح في مهمة وياي استاذ متخصص بشوف بيشرح لي. انت قاعد تتكلم اذا شاب عمره 17 18 20 للحين ما تخرج من المعهد، محتاج ان احد يفسر له يشوف عشان يعرف هني ليش صار كذي، هذا ليش سوى كذي، الإضاءة ليش كانت هني كذي، المنظر يروح يشوف. إذا أحد فسر لطبيعة الحال بيرد المخ، إذا توسع ما يرد يصغر. أيضا هذا يفتح آفاق أكثر. العنصر البشري موجود بشبابنا، ولكن من خلال الاحتكاك بالخبرات الأخرى سواء كانت آسيوية أو أجنبية ممكن نستفيد من الأدوات والآليات الموجودة في تطوير مسرحنا. يعني احنا ناخذ موجودة عندنا، ناخذ التكنيك ونطوعه على ثقافتنا. شدي الفكرة يعني تاخذ التكنيك وتطوعه على ثقافتك. يعني برا مثلا ما عندهم الحكواتي مثلنا، كان شيء مثلا موجود في ثقافتنا. احنا عندنا شخصية الدرويش مثلا، هم ما عندهم اياها. يعني هم عندهم مثلا غالبا تشوف بالافلام الاجنبية مثلا عندهم انماط شخصيات يمكن مو موجودة عندنا احنا هني. هل نقدر احنا ناخذ نمط شذي نستفيد منه؟ هم يقتبسون احيانا منه طبيعي شخصيات. يعني على الدين سندباد بس هذا مثال بسيط على وايد امور ثانية. يعني هم وايد كتاب الف ليلة وليلة ترى تقدر انت تستغله وفي قصص تسقطها على ثقافات ثانية. على سبيل المثال لا الحصر، مسرحيات اللي كانت تنعرض بالكويت بالاسود والابيض اغلبها، مع ان تشوفهم لابسين دشداشة وغترة وعقال، اغلبها نصوص اجنبية كوتوها. الفنان محمد جابر العيد الروسي كان من افضل الناس اللي تكوت بذاك الوقت. فانت ساعات تقرا نص امريكي تشوف القضيه الاجتماعيه فيه موجوده عندك هني بالكويت، فالله فحلو متكوتها صح تقدر تكوتها مثلا. والعكس صحيح، حلو انهم يشوفون ثقافتنا. يعني احنا بلد فيه ثقافه من قبل البترول، هم يعرفونك يمكن من البترول وفوق، اذا عرفوك اكثر من البترول فخلنا نروح نوريهم. يعني الجمهور المسرح وهذه الذائقة الخاصة فيه، شلون تشوفون تجاوب الجمهور خاصة يعني ما يعتبر انتم مسرحكم ما يعتبر تجاري، ولكن تقدم احيانا اعمال في مهرجانات مشاركة، شلون تشوفون ردة فعل الجمهور معك؟ والله احيانا يكسرون خاطر، نبيهم كراسي ماكو ما شاء الله.
وحتى الأعمال الجماهيرية بالكويت. يعني أنت لما تتكلم، ليش نقول لك إحنا شعب يحب الفن؟ أنت تتكلم على 5000 متفرج يحضر لك كل يوم، ترى عدد مو بسيط، كل يوم أو 3000 متفرج، 1000 متفرج جمعوا شوية. 27 مسرحية بالكويت، مسرح الطفل الحين بالكويت وايد متطور، وايد قاعد ياخذ منحة علمي، واللي مو رايح مسرح صار له 10 سنين ولا 17 سنة 15 سنة بيحضر بيندهل من المستوى اللي كان يشوفه قبل واللي يشوفه الحين. الشعب يحب الفن، وقد ما تعطيه يبي بعد. شعب ومن أرقى الشعوب في تلقي الفن الشعب الكويتي على فكرة في المنطقة بشكل عام. الشعب الكويتي الجمهور الكويتي يخوف. شلون يخوف؟ ذويق وشايف، يعني أي عمل ممكن ينتقدك فيه مباشرة؟ إيه، يمكن ما يعجبه يقوم، ممكن والحين يعبر بوسائل التواصل الاجتماعي وهالشيء يأثر. شعب جمهور شايف في بريطانيا، في أمريكا، في مصر، في يشوف أفلام الحين يوتيوب، فسهل، مو سهل إنك ترضيه، لازم تقدم له شيء هو يليق فيه. الله يعطيك الصحة والعافية المخرج علي العلي، استمتعت الأمانة في الحديث معك في هذا الجانب الخاص بمهرجان الكويت لمسرح الشباب. شكرا. فاصل ونواصل إن شاء الله معكم من خلال هذا البرنامج.